سلام عليكم أحبابي، مثل ما شايفين أنا عندي بيتزا غير شكل عامليتها على إيدي من دون فرن. كيف هيدي الطريقة الكتير كتير حلوة والمبتكرة أنه نعمل بيتزا من دون فرن؟ إذا حابين طبعا تعرفوا طريقتي أنا بالبيتزا من دون فرن تابعوا الفيديو للآخر لفرجيكم. ليكوا الجبنة كيف سايحة، كله منسق على بعضه، رائعة جدا. طبعا بتمنى لكم مشاهدة جميلة مع تحياتي. لنعمل البيتزا بلا فرن، طبعا انا هون عاجن العجين، حاترك لكم طريقه العجن البيتزا مثل ما شايفين هلا رح يظهر قدامكم، بتكبسوا عليه فقط وبتنتقلوا فورا للفيديو طريقه عجينه البيتزا. انا هون طبعا عاجني وخامر عند العجين وجاهزين طبعا للشغل. رح اقطع العجينه ورح رقها ورح نبلش بكيفية التحضير. مثل ما شايفين طبعا انا رقيتها، بس طبعا هلا رح اعملها بالشوبك ومدها لقدام. مثل ما شفتوا هلا الاطراف اللي طالعين هيك زيادة حشيلهم، طبعا ما منكبهم، منستعملهم بعدين. وانا بقلهم الزوايا اللي نحنا ما بحاجة لقلهم، طبعا هولي كل الزوايد منشيلهم لحتى نعطي العجينة شكل دائري. هاي الطريقة. هلأ هيدي العجينة رح حطها بس ربع ساعة، بس ربع ساعة بالبراد لحتى تسقع، بس ربع ساعة. هلأ مثل ما شفنا بعد ربع ساعة حطينا مقلاية صغيرة على الغاز، حندور الغاز مثل ما شفنا، وراح ضيف طبعا راح حط العجينه اللي عملناها عجينه البيتزا فوق المقليه. وهلا مثل ما شايفين حطينا العجينه على المقليه، يعني نحن كانه عم نخبزها بطريقه الصاج، اذا كاننا نحن عم صاج. يعني هلا راح تنخبز مثل ما شايفين، انا مدوره النار تحتها خليها تنخبز على رواق مثل ما شايفين، بس تستوي طبعا بنقلبها. مثل ما شايفين بلشت عنا العجينة تنفخ، يعني هي هلأ عم تستوي. هلأ مثل ما شفتوا نفخت، يعني استوت من تحت. الطريقة كتير سهلة لنقلبها، رح نجيب صحن، بنحط الصحن بهيدي الطريقة وبنقلب. شفتوا كيف صارت؟ نرجع منحطها لحتى تستوي من هيدي الميلة. وهلأ حنحط شوية زيت، شوي ما بدنا نكتر، شوي صغيرة. حنضيف عليهم البندورة، حنقليهم كتير كتير منيح لدرجة انه يدوب عنا حبة البندورة. مثل ما شفتوا تقريبا داب عندي البندورة، يعني صاروا هيك طرايا كتير. هلأ رح ضيف فوقهم الفليفلة، هاي الطريقة. رح ضيف الفطر، ورح ضيف الذرة. ورشة ملح، ومنحركهم كلهم مع بعضهم. ورشة صغيرة من الزعتر، منحركهم كلهم مع بعض. هلأ حنضيف المرتديلا، مثل ما شايفين. وهلأ حنغطيهم.
بعد طبعا ما يكونوا كلياتهم اتدبلوا راح نضيف الجبنه. بس قبل الجبنه راح نحط زيتون. هيدا الزيتون مثل ما شايفين، زيتون اسود او زيتون اخضر مثل ما طبعا حسب ما انتم بتحبوا. وهلا راح نضيف الجبن. مثل ما شايفين. وهلا رح نرجع نغطي. طبعا نحن هلا عم نغطي لنحبس الحرارة لحتى تذوب الجبنة من فوق. وهلا هيدي البيتزا خلصت تقريبا مثل ما شايفين، البخار كله عم يطلع. وعندي هون العجينة البيتزا اللي انا عملتها بدون فرن. هلا شو رح اعمل؟ لاحظوا الطريقة اللي انا رح اعملها فيها. رح جيب بهاي الطريقة لاحظوا، هيك صار عندي بيتزا بدون فرن مثل ما شايفين. شايفين صار عندي بيتزا بدون فرن، كتير كتير طيبة وريحة بتجنن. يعني أنا هون عم بعطيكم حلول كتير بسيطة، يلي ما عنده فرن مثلا بالبيت بيقدر يعمل هيدي البيتزا اللي بلا فرن. ما تنسوا لايك واشتراك وشير ليستفيد الكل. مع تحيات جمانة، إلى اللقاء. بتمنى تكونوا استفدتوا من هيدا الفيديو اللي كتير حلو. مع تحياتي، باي.